اللهم إن هذا أخي ونعم الأخ وصديقي ونعم الصديق، فلا تخرجه من العشر الأواخر إلا وقد غفرت ذنبه وأصلحت حاله وقويت إيمانه وأسعدت حياته وحققت أماله. اللهم اجعل آخر أيام رمضان ختاما لأحزانه وبداية لأفراحه. أعوذ بك من كل ذنب يحبس رزقه أو يبطل صومه، وبلغه ليلة القدر يا الله. اللهم اجعله من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقه طيب المقام وحسن الختام ودار السلام. اللهم اقسم له من حظوظ الدنيا وخيرات الآخرة واكتبه من السعداء. اللهم بعرض السماء وامتدادها ارزقه راحة البال ويقينا بأن كل ما يدعو به سيأتيه ولو بعد حين. واحفظه حفظا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا ذو الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.